أعزائي مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدي قنوات أون تايم سبورتس في كل مكان، أهلا بكم وحلقة جديدة من أخبار أون تايم، حلقة إن شاء الله تكون مميزة كالعادة ويا رب تنال إعجابكم بكل كواليسها اللي إحنا بنسعى دايما وأبدا فيها نقول لكم كل الأخبار وكواليسها، كل ما محتاج أن تعرفه في عالم الرياضة المصرية مش بس كرة قدم، هتلاقي كل ده معانا، وكمان هناخد جولة في أخبار الملاعب الأوروبية من خلال كواليسنا من خلال الصحف العالمية، كل ده تحت شعار واحد بس، زي ما كل شعوب العالم بتختلف في لغتها وكمان بتختلف في عاداتها وتقاليدها، ولكن حاجة واحدة بس بتجمعهم ألا وهي الكرة المستديرة. خلونا كالمعتاد كده سريعا نروح نستعرض أهم وأبرز العناوين. النجم المصري علي زين بينضم للفراعنة اليد في دورة البحر المتوسط في 28 من يونيو. وآخر تطورات ملف المدير الفني الجديد للنادي الأهلي. والزمالك بيسعى لضم سليتي من الاتفاق السعودي. وعالميا انتر ميلان بيخش في مفاوضات مع ديبالا لانها في المفاوضات في حاله واحده فقط وهنشوفها معانا في اخبارنا. اروح لتفاصيل اخبارنا النهارده كالمعتاد وهنبتديها مع اخبار متنوعه مش بس في كره القدم، هنروح لاخبار لعالم كره اليد. البدايه هتكون مع اكيد لكره اليد زي ما احنا قلنا علي زين، متعودين معاكم في الفتره الاخيره نبتدي بجوله اخبار سريعه في العاب الاخرى، وهنبتديها مع منتخبنا لكره اليد. كابتن ايمن صلاح المدير الفني لمنتخب الوطني لكره اليد بياكد على انضمام علي زين نجم المنتخب المصري واللي كان محترف في صفوف برشلونه وحاصل لسه مؤخرا على البطوله الاوروبيه، الذي هينتقل طبعا زي ما احنا عارفين في موسم القدم الى دينامو بوخارست لصفوف الفراعنه في دوره الالعاب البحر المتوسط بالجزائر اللي هتقام في 28 من يونيو اللي جاري. قدامكم النجم علي زين اثناء نزول لملعب المباراه في النهائي اوروبا اللي كان منقول على حضراتكم هنا مباشره في قنوات اون تايم سبورت، هنبقى معاكم في كل حاجه، كل حدث محاضراتكم تتمنوا ان تشوفوه وتشوفوه ابنائنا المصريين اللي مشرفينا في كل حته، هنبقى موجودين وفي ظهرهم وبنساندهم، وهنعرفكم ان كل الرياضات اللي احنا لينا ابطال فيها هتتنقل على شاشتكم اون تايم سبورتس بالتاكيد، وده مش بس كده يعني حاجه عرضيه بل هيبقى هو ده المنهج وهو ده اللي هيبقى المتابعات الخاصه لينا كل المصريين المحترفين في كل حته، هنبقى وراهم وهتشوفوهم وهيتلقلقوا مع فرقهم في اوروبا. ادي كمان هنشوفه في لقطه كانت مهمه جدا ورساله بتبقى اقوى من اي رساله واقوى من اي مانشيت واقوى من اي حلقات اعلاميه، الا وهي البطل وهو بيكرم بتشوفوه مرتدي علم مصر، رساله للعالم كله انه اهو قدام حضراتكم دي اللقطه اللي يمكن دايما وابدا كنا ممكن نتخيل او نحلم ان احنا نشوف مصر في نهائي دوري ابطال اوروبا لكره اليد، ده كان بيبقى صعب قوي، ولما يتواجد ويتوج وهو مرتدي لعالم مصر قمه الانتماء قمه الوطنيه، كم من اجيال هيشوفوا علي زين في هذه اللقطه هيتمنى ان يكونوا موجودين، وهيبقى عندنا اجيال واجيال زي ما موجود عندنا ابو صلاح طبعا نجمنا المتالق مع ليفربول، واللي يمكن خلاص احنا سقفنا في كره القدم مع ابو صلاح راح لابعد نقطه موجوده، وشفناه برضو في نهائيات كثيره جدا وهو بيرتدي علم مصر، العالم كله دلوقتي اصبح يعلم جيدا ان الشباب المصري يمكن شاب المصري لو اتيحت له الفرصه كامله بيثبت نفسه ان هو ليس باقل من اي شاب في العالم، بل بالعكس بكمان بيبقى عنده نوع من انواع الدفعه المعنويه اللي بتزيد عن الاخرين باخلاقه واحترامه، وبيترك بصمه في قلوب كل من يتعاملوا معاه سواء من لاعبين او من جماهير اللي بتتنادى باسماء لاعبتنا في مختلف الملاعب الاوروبيه سواء لكره القدم او لكره اليد زي ما كنا بنتكلم على علي زين.
الشاب المصري دلوقتي بقى ليه اسم موجود في العالم، سواء عالم الاحتراف لكرة القدم أو عالم احتراف لكرة اليد وألعاب أخرى كثيرة. عندنا البينج بونج، عندنا أو تنس الطاولة زي ما احنا بنقول، عندنا الكثير والكثير من اللاعبين اللي يمكن آخرهم كمان رفع الأثقال اللي أصبح أرقام قياسية موجودة في رفع الأثقال الشباب. دي رسالة بنقولها إن احنا الشباب المصري، الشاب المصري قادر على صنع المستحيل بالتأكيد. احنا عندنا المقدرة، ما فيش أي اختلاف ما بيننا وما بين أي حد تاني طول ما عندنا إمكانيات، وبقت أصبحت عندنا موجودة دلوقتي في مصر وبنية تحتية كبيرة بتأهل لنا شباب كتير يطلعوا يحترفوا. تحدي كرة اليد زي ما احنا بنقول أعلن قائمة منتخب الفراعنة اللي هتشارك في دورة الألعاب البحر المتوسط وأمم أفريقيا المقبلتين المحدد لها شهري يونيو الحالي ويوليو المقبل. وجاءت القائمة كالتالي: هيكون كريم هنداوي ومحمد عصام الطيار طبعا في حراسة المرمى، ومحمد علي ويحيى الدرع ويحيى خالد وعمر الوكيل بكار وعلي زين وحسن الداح ومحمد سند، أحمد هشام سيسا ومحمد طارق وعبد الرحمن فيصل وأحمد خيري سيف الدرع وأحمد الأحمر، وطبعا أحمد الأحمر نجم من نجوم كرة اليد في العالم وليس في منتخبنا فقط، وأكرم يسري وشادي خليل وأحمد عادل ومهاب سعيد وإبراهيم المصري، ويلعب منتخبنا الوطني في ضمن المجموعة الأولى اللي بتضم كل من منتخب تونس شقيقة ومنتخب سلوفينيا ومنتخب إيطاليا ومنتخب صربيا، وهيبدأ منتخب مشواره مع المنتخب الإيطالي يوم 27 من يونيو الجاري. لسه مكملين أخبارنا، وهيلتقي اليوم منتخبنا منتخب الوطني لكرة اليد الشاطئية مع إيران في الفترة المسائية بثاني أيام بطولة العالم المقامة باليونان، وتستمر حتى يوم 26 من يونيو الجاري. ويلتقي منتخب كرة اليد الشاطئية تلقى للأسف خسارتين في أولى مشوار منافسات أمام النرويج والدنمارك، أقوى طبعا فريقين متواجدين في البطولة. منتخبنا الوطني للرجال لكرة اليد الشاطئية كان تأهل لبطولة العالم باليونان بعد أن توج بلقب بطولة أفريقيا لكرة اليد الشاطئية اللي أقيمت بالمغرب. نروح للعبة السلاح، واستقر مجلس إدارة الاتحاد المصري للسلاح برئاسة عبد المنعم الحسين على أسماء اللاعبين المشاركين في بطولة دورة البحر المتوسط اللي هتقام بالجزائر نهاية يونيو الجاري في الفترة من 25 حتى 5 من يونيو المقبل، وبتضم القائمة المنتخب في الثلاثي ثلاث أسلحة المختلفة كل من محمد حمزة، علاء الدين أبو القاسم، محمد عصام، زياد السيسي، محمد عامر، أدهم معتز، محمد السيد، أحمد السيد، محمد ياسين، وبيترأس الباس عضو مجلس إدارة والمشرف على المنتخبات أحمد نبيل بالتوفيق لأبطالنا في سلاح الشيش. روح لي بقى أخبارنا المحلية اللي هنبتديها مع حضراتكم حالا. قدم النهاردة هتقام ثلاث مباريات في منتهى القوة ضمن مباريات الجولة 22 من الدوري الممتاز المصري. في الساعة 7 هتقام مباراتين البنك الأهلي ونادي الزمالك، والمباراة الثانية هتجمع ما بين إيستر كامباني مع بيراميدز، وأخيرا الساعة 9:30 الأهلي هيستضيف غزل المحلة. هتكون المباريات دي منقولة لحضراتكم على شاشات أون تايم سبورتس، هيكون إيستر كامباني مع بيراميدز على أون تايم سبورتس 3، والبنك الأهلي مع نادي الزمالك من استاد المقاولون العرب على أون تايم سبورتس 2، والنادي الأهلي مع غزل المحلة على أون تايم سبورتس 1. ده عشان يبقى حضراتكم متابعين لحظه بلحظه لكل المباريات، مش هنسيب لكم اي وجبه كرويه غير لما تستمتعوا بيها معانا على شاشاتكم. بالتاكيد مش هتروحوا اي حد، هتتابعوا الثلاث مباريات معاكم على ثلاث قنوات الخاصه بون تايم سورس. كمان بالنسبه لطاقم مباريات تحكيم النهارده، طاقم التحكيم اسندت لجنه الحكام برئاسه عصام عبد الفتاح مباراه البنك الاهلي والزمالك الى الحكم الدولي محمود البنا، ويعاونوا كل من محمود أبو الرجال وهاني خيري ومحمود وفا ومحمود بسيوني هيكون حكم رابع حكم فيديو، والشناوي مساعد لي محمد الشناوي مساعد لحكم الفيديو. أما عن مباراة إيستر كامباني وبيراميدز هيكون حكم صبح العمراوي، يعاونه كل من هشام الدسوقي وإبراهيم السوداني وحمادة القلاوي، وعلاء صبري هيكون حكم فيديو وصبري إبراهيم مساعد.
واخيرا كمان اسندت لجنه الحكام من مباراه النادي الاهلي وغزل المحله الى الحكم عبد العزيز السيد، وعونه كل من عبد العزيز كل من هيبقى احمد حسام وشريف عبد الله وعمرو عياد عمرو عايد واحمد الغندور حكم فيديو، ومحمد عبد الحافظ مساعدا لاحمد الغندور كمساعد فيديو. خلونا كمان نقول لحضراتكم التشكيل المتوقع للنادي الاهلي في مباراه اليوم امام غزل المحله. هيكون في حراس المرمى محمد الشناوي، اما في خط الدفاع يكون من اليمين محمد هاني، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، محمود وحيد. اما عن خط الوسط هيكون احمد كوكا بيعود طبعا، وعمرو السليه، ومحمد مجدي قفشه. اما في خط الهجوم بيرسي تاو ومحمد شريف وصلاح محسن في التشكيله الاساسيه. اما عن تشكيله نادي الزمالك النهارده اللي هيلاقي بيها نادي البنك الاهلي العنيد قوي، سواء مع فريق النادي الاهلي او فريق نادي الزمالك، هو بيلعب حلو قوي امام الفرق الكبيره. في حراس المرمى هيكون المتالق محمد عواد، اما عن خط الدفاع هيكون محمود حمدي الونش، حسام عبد المجيد، محمد طارق. خط الوسط هيكون عبد الله جمعه، امام عاشور، محمد اشرف رؤى، سيد عبد الله و نيمار طبعا. وخط الهجوم هيكون اشرف بن شرقي، احمد سيد، زيزو، سيف الدين الجزيري بيعود مره تانية للتشكيل من بعد الايقاف اللي كان وقع عليه فيريرا. دي كانت اخبار سريعه كده، لسه مستمرين معاكم وهيكون لسه في اخبار كتير واخر المستجدات الخاصه بالانتقالات للفرق الاهلي والزمالك، وايضا ماذا عن المدير الفني للنادي الاهلي. كل ده هنعرفه ولكن بعد هذا الفاصل. اتمنى ان تبقوا معنا. بجد ارحبوا بحضراتكم مره ثانيه، ولسه في جولتنا مع الانديه المصريه، وهنبتدي مع النادي الاهلي في محاولات داخل القلعه الحمراء لتجهيز الثنائي محمد عبد المنعم والمالي اليو ديانج طبعا من اجل الدخول في معسكر او مباراه بيراميدز في ربع نهائي كاس مصر للنسخه الماضيه. من المقرر ان ينتظر محمد عبد النعم لاعب النادي الاهلي، وايضا في التدريبات الجماعيه عقب مباراه غزل المحله مباشره. هيخلص المباراه هيخش في التدريبات الجماعيه مع الفريق. وصرح الدكتور اسامه مصطفى رئيس الجهاز الطبي لقطاع الناشئين المتواجد مع الفريق الاول لحين عوده الدكتور احمد ابو عبله ان عبد المنعم حالته مطمئنه وبيخضع لبرنامج علاجي وتاهيلي للتعافي من الاصابه الخاصه بالعضل الضم. كمان بينتظر في التدريبات الجماعيه عقب مباراه المحله لتجهيزه للمرحله المقبله. كمان اليو ديانج زي ما احنا قلنا المقرر ان يشارك هو الاخر في تدريبات الفريق غدا بشكل طبيعي. الاثنين اكيد قوه ضاربه في خط سواء دفاع النادي الاهلي او خط وسط النادي الاهلي، واكيد ان الاصابات دي كانت مؤثره بشكل كبير او في الاونه الاخيره على النادي الاهلي. وده ليه يا جماعه؟ زي ما احنا عارفين سواء لعيبه الاهلي او الزمالك، عشان بس يبقى الكلام موحد ويبقى الرؤيه واضحه ليه للقائمين على اتحاد الكوره، عندنا يعني شويه اجهاد كبير جدا للاعبين من ضغط المباريات وطول الموسم وما الى ذلك. هتلاقي ده متكرر وموجود من كل موسم الماضي احنا كان مسمينه واللي قبله كنا مسمين مستشفيات الاهلي ومستشفيات الزمالك بسبب الاصابات. طبعا عندنا موسم طويل، عندنا مشاركات افريقيه، عندنا كمان منتخب بيشارك في بطولات وتصفيات مؤهله لكاس عالم. كل ده ضغط على اللاعبين واجهاد كبير جدا. هنروح مع مسؤول النادي الاهلي في الملف الاهم اللي لسه الكل لحد دلوقتي يعني بيحاولوا بشكل او باخر بيسعوا لاقتناص الصفقات اللي ممكن تكون لها تاثير ايجابي. النادي الاهلي صفقات اللي ممكن بيسعى ليها عنده اليو ديانج، جاي له عروض كتيره جدا. اليو ديانج من اللعيبه اللي تالقوا مع النادي الاهلي في هذا الموسم، وبناء عليه مسؤول النادي الاهلي بيشوفوا لعيب افريقي بنفس مواصفات اليو ديانج لتدعيم خط وسط الفريق وضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة في ظل كمان رغبة ديانج زي ما احنا قلنا ان هو يعني شوية مرحب بان هو ينتقل الى فكرة الاحتراف الى اوروبا، وده بعد ما جاله العديد من العروض الاوروبية. واحد وكلاء اللاعبين كان عرض على مسؤول النادي الاهلي التعاقد مع بديله اللي يكون مين بقى؟ المغربي ياسين البحيري لاعب وسط فريق مولدية وجدة
المغربي من أجل التعاقد معاه في فترة الانتقالات المقبلة تمهيدا لرحيل ديانج بنهاية الموسم. طبعا اللجنة حتى هذه اللحظة لم تحسم القرار النهائي برئاسة طبعا كابتن محسن صالح قرارها الأخير بشأن ياسين البحيري لاعب مولودية وجدة في ظل الانتظار للتعاقد مع مدير فني جديد هو اللي ممكن يبقى له رؤية مختلفة في البديل لديانج ويدي قرار في إمكانية ضم اللاعب ولا لا. واللاعب طبعا زي ما احنا مرتبط مع نادي المغربي بعقد لحد 24 ولا يحق له الرحيل الا موافقه الفريق ودفع اكيد لو في شرط جزائي هيدفعه النادي الاهلي في حال استقراره على الدخول في هذه الصفقه. الملف الاهم اللي الكثير بيسال عنه الا هو المدير الفني الجديد للنادي الاهلي. الا يمكن الملف ده شويه كده امور كتير قوي بتخش فيه، ملف مدير الفني للنادي الاهلي، اللجنه الفنيه بالنادي مع شركه النادي الاهلي مع مجلس الاداره، الكل بيبحث على مواصفات زي ما احنا قلناها قبل كده، الطموح والسن اللي يمكن مش كبير قوي عشان يقدر ان هو يبقى معاه طموح مع فريق نادي الاهلي، وايضا الفكر المتطور في عالم كره القدم. دي كانت شروط ممكن يعني بشكل او باخر بتصعب مساله الانتقاء، ولكن خلاص يعني بشكل كبير قوي هم اسمين. خلاص النادي الاهلي يمكن من منتظر وصوله لمنتصف الاسبوع المقبل ده هيكون خلاص النادي الاهلي في الامطار الاخيره من حسم اسم المدير الفني الجديد للفريق، وهيتولى المسؤوليه بدايه من الشهر القادم. يمكن بعد عدد كبير جدا من المدربين اللي ناقشوا سيفيهاتهم او السيره الذاتيه بتاعتهم اداره النادي الاهلي خلال الايام الماضيه انحصرت القائمه النهائيه والمفضله حاليا ما بين اسمين، الاسم الاول هو البلجيكي بانك فيريرا والاسم الاخر هو الالماني ديفيد فاجنر. ولكن خلينا اقول لكم حاجه كده يعني سريعه، ايه اللي ممكن يخلي ملف اخر يرجح عن ده؟ مفيش غير هما الاثنين دول، المجلس الاداره مع الشركه مع اللجنه الفنيه توافقوا على دول، ولكن العائد المادي هو اللي يبقى فيه كلام كبير او هو اللي هيرجح اسم على الاخر في المرحله القادمه. نروح للقلعه البيضاء. نادي الزمالك اخبرنا عنه في تدهور شويه ما بين العلاقات مسؤولي نادي الزمالك مع نجم الفريق محمد ابو جبل او حارس مرمى الفريق ومنتخبنا الوطني محمد ابو جبل، خاصه بعدما رفض اللاعب الجلوس احتياطيا لمحمد عواد في مواجهه القمه 124 امام النادي الاهلي واللي جمعتهم طبعا زي ما احنا عارفين مساء يوم الاحد الماضي على استاد الاهلي والسلام ضمن مؤجلات الجوله ال 20 من عمر مسابقه الدوري الممتاز واللي انتهت بالتعادل الايجابي بهدفين لكل من الفريقين. مجلس الإدارة قرر إن هو يحيل أبو جبل للتحقيق لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء رفضه الجلوس احتياطيا في لقاء القمة. بلغة الكورة كده وكواليس الكورة ممكن في لاعب يستشف إن هو الفرقة مش في حالتها مثلا خليني أقول مش تحديدا الموقف ده، يقول لك لا يا عم احنا داخلين على لقاء القمة ده وأبقى أنا موجود ومفروض ده يعني الماتش ده بيبقى هو حالة من حالة استعراض اللاعبين للمنتج ده، يعني ده منتج اقوى منتج بيعرض فيه كل لاعب مواهبه عشان تبقى في منظر يعني في نوع من انواع وكلاء اللاعبين بيتابعوا بشكل كبير جدا عشان لو لاعب تلقلق في المباراه دي خلاص انتوا عارفين بيجي له احتراف وبيجي له عقود ويعني قيمته بتعلى بشكل كبير جدا. ففي لاعب يقول لك لا يا عم انا اخش ليه الماتش ده وانا حاسس ان الدنيا ممكن مش ماشيه مع الفرقه دلوقتي واشيل انا الليله، خاصه مركز حراسة المرمى. يعني مركز حراسة المرمى ده من المراكز اللي هو يقول لك ايه لو الخط الدفاع اللي قدامي انا حاسس ان هو في غيابات زي ما كان محمود علاء في غيابات والونش مش في حالته عشان تعبان وايه والناحيه اليمين ما فيهاش وسيد نمرد لسه، فيعني ممكن يكون حد بيحسبها بهذه الشكلة دي في لغه الكوره على فكره وده بيحصل يعني. فبناء عليه انا هقول خلاص انا كده كده كنت في اصابه وكان عندي ارهاق وهقول انا عندي ارهاق. بناء عليه طرأ لمجلس اداره نادي الزمالك انه يحلوا للتحقيق ويسالوا فيما هو منسوب هذا الامر، ان هو هل قاعد عشان فعلا اجهاد واللجنه الطبيه تقر ده ولا قاعد عشان زي ما بعض الكلام بيقول ان هو مش عايز يبقى موجود في المباراه دي خوفا من يكون لسه في نتيجه ممكن يتلقاها نادي الزمالك على عكس ما حصل في المباراه وكانت مباراه نادي الزمالك فايق فيها. لسه مع نادي الزمالك بقى ولكن المباراه دي على الانتقالات زي ما احنا قلنا مين على رادار الاهلي كان مغربي وعلى رادار الزمالك تونسي. كشفت وسائل الاعلام التونسيه عن رغبه مسؤولي نادي الزمالك في التعاقد مع
نعيم سليتي نجم المنتخب التونسي وفريق الاتفاق السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وده اللي أكد الصحف التونسية أنه تلقى اللاعب العديد من الاتصالات من جانب مسؤول نادي الزمالك من أجل إقناعه باللعب للقلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة. وأكدت صحيفة الصباح التونسية على أن اللاعب ضمن اهتمامات نادي الزمالك اللي بيسعى للتعاقد مع اللاعب من بعد ما رشحه طبعا فرجاني ساسي زميله في المنتخب التونسي. وبيسعى الزمالك لتدعيم مركز الجناح الأيسر في ظل رغبة أشرف بن شرقي في الرحيل عن الفريق بسبب عدم الوصول لاتفاق على المقابل المادي اللي بيحصل على النجم المغربي نظرا لاستمراره مع القرعة البيضاء. لسه موضوع بن شرقي حاز انا اقول لكم لسه قائم في التفاوض، لسه قائم في ان هو يكون موجود في نادي الزمالك، مفيش قرار نهائي فيه انه يمشي. وايضا عايز اقول لكم ان احنا هنا في مصر الدوري المصري مش بس بقى فريق اهلي او زمالك او زمالك او اهلي، اصبح لكل اللعيبه اللي في شمال افريقيا يعني الاحتراف في مصر زي ما انت محترف في اي دوله عربيه او كمان بعض الدول الاوروبيه. الدخل هنا في مصر بالنسبه لهم عندنا يعني كم من اللعيبه التوانسه والمغاربه موجودين في الدوري المصري اللي بياكد على ان احنا اصبحنا دوري فعلا محترفين، والقيمه اللي بتدفع للمحترفين بشكل يمكن توازي او تضاهي الدول العربيه اللي كانت هي الاعلى في الاجور للاعبين. لسه مكملين اخبارنا ولكن مع نادي الزمالك، مفاوضات جاده جدا من نادي الزمالك ايضا مع عمرو السيسي لاعب وسط فريق طلائع الجيش، وقلنا الكلام ده من فتره من اجل التعاقد مع اللاعب خلال فتره الانتقالات الصيفيه المقبله في ظل اقتراب طارق حامد من الرحيل عن القلعه البيضاء. زي ما احنا عارفين هو محول للتحقيق والاخر في نهايه الموسم الجاري، بالرغم من المفاوضات المتقدمه التي خاضها الاهلي مع عمرو السيسي الا ان مسؤول نادي الزمالك قرروا الإصرار على ضم عمرو السيسي لتدعيم خط وسط الفريق. كده هنلاقي سعر عمرو السيسي هيختلف عما كان معروض. زي ما احنا عارفين نادي الزمالك زيه أي نادي بيحاول ان هو يعني يشوف مصلحته فين، وبيحاول يفاوض اللاعب لضمه خلال 3 سنوات قادمة، وتحديدا ان كان اللاعب في صفوف نجوم المستقبل اللي صعد للدوري الممتاز في تلك السنة، ولكن لم تكلل المفاوضات بالنجاح وقتها لما كان نادي الزمالك عايز يضمه قبل الانتقال لطلائع الجيش. هنشوف ايه اللي هيحصل، هيبقى ميركاتو ساخن جدا جدا. انا عايز وانت عايز، واللي هيفصل في النهاية الرقم الكبير اللي هيبقى الى حد ما ممكن يكون مبالغ فيه عشان اقتنص الصفقة، سواء احصل على خدمات اللاعب في الملعب واحصل على نوع من انواع الاسترضاء للجماهير. وللاسف وده بيحصل في بعض الصفقات، خلينا نكون واضحين مع حضراتكم. مكملين اخبارنا ونروح لنادي الاسماعيلي اللي طلب مسؤول النادي الاسماعيلي تعويض مادي يقدر ب1.5 مليون دولار من المهاجم الارجنتيني دييغو فرناندو بعد هروب وفسخ تعاقده من طرف واحد، وهي قيمه تعاقده بالكامل. ويعكف مسؤول النادي الاسماعيلي عن تجهيز شكوى للاتحاد الدولي الفيفا ضد اللاعب من اجل ارسالها للاتحاد الكره اللي بيقوم بدوره لارسالها للفيفا للحفاظ على حق النادي الاسماعيلي في اللاعب. وكان مسؤول نادي الاسماعيلي قد فوجئوا بهروب المهاجم الارجنتيني دييغو فرنانديو حيث تغيب عن مران الفريق واستخرج بدل فاقد لجواز سفره ليغادر البلاد. نروح لنادي المصري البورسعيد. كابتن حسام حسن المدير الفني عقد اجتماع وجلسه خاصه مع اللاعبين لتحفيزهم من اجل حصد نقاط مباراه المقبله امام نادي المصري للمقصه، و اقامتها مساء احد اللي هتقام يوم الاحد المقبل على استاد برج العرب بالاسكندريه ضمن منافسات الجوله 23 من عمر مسابقه الدوري العام، وذلك للابتعاد عن صراع القاع والعوده بالمصري الى مكانته الطبيعيه بجدول مسابقه الدوري بين الكبار. نروح لنادي طلائع الجيش. وكشف مسؤول نادي طلائع الجيش عن ان اداره نادي اختارت عمر رضوان حارس مرمى الفريق المعار لنادي الاسماعيلي بعودته بعد انتهاء الموسم الجاري، لا سيما بعد التاكد من رحيل محمد بسام عن الفريق في الانتقالات الصيفيه لنادي الزمالك. ونجح نادي طلائع الجيش في التعاقد مع اولى صفقاته الصيفيه استعدادا للموسم الجديد بضم جلال الشرقاوي مهاجم نادي العبد منهور لمده 5 مواسم، وجاء التعاقد مع الشرقاوي بناء على رغبة طارق العاشر المدير الفني طلائع الجيش اللي أشاد بقدرات اللاعب وطلب التعاقد مع
لتدعيم الخط الهجومي للفريق. كمان تعاقد نادي طلائع الجيش مع اسلام عادل، كان لاعب بتروجيت في صفقه انتقال حر لمده موسمين، ليكون الصفقه الثانيه لفريق السعداد لفتره الانتقالات الصيفيه المقبله. بحب المدير الفني اللي بيبص تحت وبيطلع علينا، ممكن تكون نجوم تكسر الدنيا ولكن ما كانش في حد يعني القى الضوء عليها ولا شافها. بجد تحيه للكابتن طارق العشري اللي بيبص من بعيد كده على نجوم موجوده بتتالق في القسم الثاني، وما بتصعد على فكره الكثير واكم من اسماء اللي طلعت وقدرت ان هي تثبت نفسها. هتشوف الموسم الجاي هيبقى عامل ايه، وكمان بالتاكيد بيوفر لاداره ناديه مبالغ كبيره جدا كنت ممكن تجيب بيها لاعب من الدوري الممتاز. اخبارنا المحليه خلصت، خلينا نطلع لفاصل، بعد الفاصل هنستكمل سويا ما تبقى من اخبار. اتمنى ان تبقوا معنا. الصفقات الاوروبيه اللي تمت بالفعل، ساديو ماني في باير ميونخ، ده اللي اعلنه كمان العديد من المواقع، سواء موقع نادي باير ميونخ او ليفربول، اللي يمكن زي ما احنا بنقول كده في كلمات رساء اللي عن ساديو ماني، اللي اكد ان هو اكمل ساديو ماني اليوم انتقاله الدائم لباير ميونخ بعد 6 مواسم رائعه مع ريدز، يغادر النادي كاسطوره لليفربول. كمان الموقع الخاص ببير مونخ قال الافضل في افريقيا، بينضم لي الافضل في العالم، هكذا اعلن حساب بير مونخ. لسه مكملين معاكم في الانتقالات، اخر التطورات بشكل يعني بشان امكانيه انتقال الارجنتيني ديبالا نجم يوفنتوس لصفوف الانتر ميلان هذا الصيف، ودخل انتر ميلان في مفاوضات مؤخرا. فاصل قصير ونرجع ما تبقى مع اخبار اون تايم. بجد تحية لحضراتكم، وجي دلوقتي معادنا مع فقرة وان شوت. بطل فقرتنا النهارده في وان شوت هو نجم الفرنسي بوجبا، اللي طبعا اصوله بترجع الى دولة غينيا كوناكري. امبارح بوجبا وصل الى دولة غينيا في زيارة خاصة بيقوم بها النجم الفرنسي من اجل المشاركة في بعض الاعمال الخيرية اللي بيقدمها لدولة غينيا، وكمان هيشارك في مباراة احتفالية رفقة بعض نجوم كرة القدم على رأسهم النجم السنغالي الحاج ضيوف، وبتقام المباراة تحت شعار 48 ساعة من أجل غينيا. طبعا موجبا فور وصوله لغينيا كان في استقبال شعبي وحافل زي ما قدام حضراتكم في الصور ليه، بالتأكيد لقطة إيجابية بتضيف إلى رصيد النجم الفرنسي اللي ما قدرش ينسى فضل بلده الأم عليه اللي عاشت فيها أسرته، وبيقدم ليها الدعم المطلوب في الوقت اللي احتاجت فيه إليه. تأكيد لقطات رائعة لأي نجم كرة يبقى متواجد في وسط هذا الجمهور المحب ليه. بكده تكون خلصت حلقتنا النهارده من برنامجكم اخبار اون تايم، نتمنى نكون اعجبكم، نشوفكم في حلقه جديده غدا على خير والى اللقاء.